بون السلام عليكم، راهي 3 تاع صباحي وجحت وما صحتوش ناكل. دي سيديت باش نطيب بون ذا الطياب راح يكون هكا وخلاص، اي حاجه نصيبها نديرها وبين لكم معايا واش راح نطيب. والتيت تاع هذا الفيديو جا هكا برك، يعني ام والدي هي معروفه بالطبخ تما جا هكا برك. المهم تبعوا معنا الخطوات، تبعوا معنا الخطوات ودي راه اليوم راح تتبرد. جيبوا مقله ولا كسرونه ولا صفايه، اي حاجه عندكم حطوها فوق النار وديروا لها شويه زيت وخلوها تسخن. كيف ديروا الزيت في المقله، واذا ما استوش الزيت ديروا الماء نورمال، ما ثاني يصلح والله العظيم والله العظيم. الزيت ديروا له هكا باش يمشي، اذا ما حبش يمشي نضربوه. نستناو المقلة تسخن ونعاود نرجع لكم فاصل ونواصل. بعد ما المقلة راهي تسخن نعطيكم المقادير. المقادير حاجة سهلة، ما تخسروش كاع دراهم، تشبعوا والحمد لله يا ربي. بون عندكم حبة بيض، حبة وايدكم هي 10 بيض، يدير ألف راك واقيلا. بون حبة بيض حطوها أكونتي، شوية فرماج هذا عندي واقع المرة 94. الحبة تاع البيض هذه نكسروها باش نقليوها، فاهمين كيفاش؟ تسمى لازم تكسروا الحبة تاع البيض مليح، ننصحكم باش القشور ما يتلحقكمش في الأرض، فاهمين كيفاش؟ المهم اللي ما عندهاش بوطاجي كسروها على البول، سموه البول نورمالمون. كيف نكسر الدقيق توسخوا؟ بون كسروها هكا وقشوا بيان سور رموه في ليبوبال، وإذا ما عندكمش ليبوبال نورمال عمي وام البالكون نورمال. بون جيبوا فرشيطه، واللي ما عندوش فرشيطه بالجو خليكم فرشيطه باش كيف يقولوا نضرب بها البيض، تربي على العظمات. لازم تتعلموا معايا، لازم تتعلموا البنات يا حي تعلموا على بالي، لازم تتعلموا معايا. هو صافيت 24 ساعة على 24 ساعة إضافة، ها؟ بعد 4 سوايع يتسلى هذه المقلة مسكينة حتى الزيت يشف، والله العظيم والله العظيم. وكنجيبو طوبسي بلا باش غير نخرجو البيضة موزي نعطوها ديريكت، قالتلو فاهمين كيف هذيك. بون اللي راهو يسقسي الفرماج هذا واش نديرو فيه، واش نديرو بيه؟ اللي راهو يسقسي الفرماج واش نديرو بيه؟ دوك تفهمو، دوك تفهمو. نحطو طوبسي، ياي واش نسيت؟ الملح الناس ينساوه، وين راه الملح؟ وين راه؟ اه بالك يقولوا راهو يخير في لي زيبيس ولا يا ودي، والله ما على بالي نعرف غير الملح والكمونه. والله العظيم ودي جا الملح وما شفتوش، ما كاش الملح، مرة ما كاش الملح. هاو ليكم الملح، نحطو مع البيض كمون، لازم الكمون باش الوصفه تاعكم تجي. عندي ما نهدر لكم، المهم تبعوا نزيدو الكمون شوية مع البيض. ليكيب دوكا واش نديرو؟ تبعو مليح هادي، عندكم تتخفي لكم ولا تغيب لكم هادي. شوفو هذا الفرماج شوفو فيه، ولا غير انا ثاني نشوف فيه. المهم نحطوه في المقلة باش الفرماج يذوب. هاكا تبعوني، ما ديرش هكا تبعني. يما او يدير في الحس، وراه 3:30 تاع الصباح راك تشوف، راه يدير في السميرة عندك راس. ما نقول لك والله العظيم ما ديت خرج بوك، تشوف وراه 3:30 تاع الصباح وراه يدير في السمير، درتو في المقرة ويدير فيش بلا، والله العظيم بلاستيك غير لا مع البيض. بون قسموها باش ما تغبنكمش، هذه هي الخطوة اللي ينصح بها الأطباء. هذه الخطوة لازم تتبعها، ما كاش كيف تغيب لك، ما كاش تبع واش حندير باش ما تلصقش، باش ما تلصقش في المقلة، باش البيض ما يلصقش في المقلة. واش ديروا؟ ديروا شوية تاع زبدة، شوية تاع زبدة. لو كان ديروا بزاف بيان سور يولي البيض بالزبدة، بصح ديروا غير شوية. رانا جبنا شوية تاع زبدة حطيناها في المقلة بيان سور كما العادة مشوار. وصلنا للخطوة المهمة اللي ينتظروها كاع الناس، يا ربي نجحنا. يا الفيديو راح يتحط في اليوتيوب يا راح نموت، وحده منهم. بسم الله
ممكن تحطوا البيض بيان سور بالفرشاه الطويله الفرشات ديروا هكا باش ما يلصقكمش وما بيد ما راه هو يتقلى واش ديروا انتوما فتحوا الكمون بيان سور حطوا غير شويه ما تكثروش باش ما يغبنكمش الكو تاعو بون انا نحب البيض نص طياب تما اللي يحبو ماشي نص طياب يخليه ينحرق ولا انا نحبو نص طياب هكا فهمتوني المهم نحو البيضة هي في الحقيقة ما طولتش بزاف ما لا طولي نعد ربع سوايع نحطوها في الطبش تاعنا نقلينا البيض وصفة كانت شوية واعرة عليا المهم هاوليكم النتيجة بون راهي بوكا شحال راهي ربعة غير عشرة راهي ربعة غير عشرة اصبع ما صرتش الخبز باش ناكل دوماج دوكا نزيد نحوس كثر راني جعان نحب ناكل انا دوكا ما ناكلش دوكا ما درتش مشاهد الفيديو المهم جربوا هذه الوصفه ننصحكم بها روعه دوك ناكل ونعطيكم التقييم تاعكم فاهمين كيفاه المهم اللي كيف نحوس على الخبز انايا يا والبحار شت البحار راح واو دولا سعاده يا خويا صبت الخبز الخبز صبته بصح كي صبته كونجلي المهم نديرو له دوره صغيره في الميكروويف مسكين حصلنا على النتيجه الخبز هذا بسي باش صبته حبيبي نعطيكم الراي تاعي مالح شويه ومسو شويه ما قصديش هذا الفورماج عنده مرة 94 ما غادني خاطر هذا الفرشة تاعي هنا شوفي هنا عطيني هذيك صغيرة نسخة ولا جميل لا سيدي اصلحنا معاه فين جيبي لي عندها قية خويا انت قلت لي عطيني هذيك اسمعني قية صح هذا خدام نعم الحمد لله او سنت راني كملنا هذا الطبق الاصلي تاعنا المهم قد نعطيكم كاع الادوات اللي استعملتهم الحمد لله يا ربي شبعت مع ربعة اصبع شبعت الحمد لله ما تنساو ديرونا جيم هي دي ضفنا هذا ضفنا هذا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو كانت غير ضحك وكسرة وبليزير برك شو جاتنا ليدي هكا ندير لكم فيديو شو باش نبدل ستيل هكا ماشي غير لي بودكاست وحدا هي زملنا بدلت لكم ستيل شغل شفت معايا يوميتي ماشي يوميتي لياليلي ليلي شو كي نجوع في الليل واش ناكل واش طيب هذا ما كان المهم اللي كيب كان غير بالضحك ما تنساوش تدخلوا لنا جيم سيرتو تدخلوا لنا جيم تالي كتب هذا الفيديو دير جيم يا خويا لا دير جيم اصبر ما تحبسوا الفيديو وابونيو لي فلاشين اليوتيوب تاعي ابوني ونوصلوها 3 كا 2 كا واش تحبوا ابوني فلاشين تاعي ديروا لنا كومنتير ولي كيب انستغرام تاعي راه تحت الديسكريبسيون ويخرج لكم النمل تحت ابونيني في انستغرام راني اكتيف بزاف لي ستوريك وعارفين حفايس المهم لي كيب نتلاقاو في فيديو جديده